غادر اليوم الأحد 7 أشخاص تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 مستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا، ويتعلق الأمر بمتعافين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و70 سنة تماثلوا للشفاء التام، كما أثبتت مختلف التحاليل المخبرية اللازمة التي أجريت لهم والتي أكدت خلوهم من فيروس كورونا المستجد. وأعرب المتعافون 7 عن شكرهم وامتنانهم لجميع الأطقم الطبية والتمريضية التي أشرفت على تتبع حالتهم الصحية طيلة فترة استشفائهم، منوهين بالجهود التي تبذلها هذه الأطر خدمة لصحة المواطنين. الفرحة ديالنا ما كتساعش، الحمد لله. اليوم خرجوا من عندي انا 6 ديال الناس مشافيين معافيين، الحمد لله. الحمد لله، عرفتي الفرحة ديالنا ما كتساعش. دوزنا معاهم، عطيناهم التريتمون ديالهم صافي دي جوغ، دوزنا لهم التحليلات ديالهم، عاودناها خرجت الحمد لله نيجاتيف. وها هما دابا غاديين، ها انتم كتشوفوا فيهم خارجين معافيين سالمين الحمد لله، كيدوزوا واحد الفتره اخرى، فتره نقاهه كطوجو في ان اوتيل ان تيمشيو عند وليداتهم. الحمد لله الحاله كانت مستقره، ما كانش عندهم زعما شي هذا، ما كانش عندهم شي حاجه اللي خطيره ولا هذا. خداو تريتمون ديالهم بوندون دي جوغ وراهم مزيانين دابا الحمد لله، ما عندهم حتى شي حاجه اللي تدعي للقلق.